طلبات الانطلاق والجميع في لحظة الترقب انطلاقة سريعة لجميع الجياد المشاركة ونشاهد الانطلاقة المتواضعة نسبيا لتاغ أوشي مع الجواد نجم سهيل صاحب 28 مشاركة سابقة ولكن هنالك العديد من المشاركات اللي تتخطى هذه المشاركة مونت مونسري لسمو الشيخ ماجد بن محمد آل مكتوم شارك في 47 سباق حتى الآن إذا انطلاقة قوية جدا للرقم 10 وهو ديزرت رانجر من إيرلندا للمدرب مصبح المهيري الآن التداخل الكبير جدا بين الجياد المشاركة في هذا الشوط لاحظ السرعة انطلاقة قوية جدا والسرعة العالية التي ينطلق بها كوايت دبلوماسي اللي يحاول أن يخطف الأضواء بينما تجسيد يعود مرة أخرى إلى الواجهة وفي محاولة للانفراد مع تجهيز أيضا التبادل في المراكز بينهما إذا تجسيد من إيرلندا سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مرة أخرى في منصة التتويج مع تجسيد والمدرب مصبح المهيري الرهان الرابح إذن مع المدرب الإماراتي مصبح المهيري